اليوم إن شاء الله في بطولة العالم لسداسيات كرة القدم راح تكون في مواجهتين حاسمتين للمنتخبات العربية. الأولى راح تكون مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب قبرص اللي من خلالها يتحدد الوصيف المتأهل إلى الدور الثاني مع منتخب ألمانيا. المباراة راح تكون إن شاء الله الساعة 6 بتوقيت مكة، 7 بتوقيت مسقط. المباراة الثانية أيضا للمنتخب المغربي، المغرب المباراة بفوز المنتخب المغربي وصدارته للمجموعة، وبكرة إن شاء الله راح يلعبون ضد منتخبنا في الدور الثاني.